البنات ومرحبا بكم اليوم معنا في فيديو جديدة. كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير وبصحة جيدة وتكونوا ان شاء الله مرتاحين وفي احسن الاحوال. دونك اليوم غادي بزاف ديال الناس من قبل كانوا كيقولوا لي بغينا نشوفوا جلابات بيان ديطاي، يعني تكون جلابة ما ملبوساش ونوريوها. وكاين بزاف ديال الناس كيشوفوا الجلابه وما كتبانش ليهم، فكيقول لك لا بغينا نشوفوها ملبوسه. حنا داكشي علاش بغينا نرضيو كاع المتتبعين ديالنا، وهكا يعني كل وحده تبقى على خاطرها وتشوفوا كل شيء بيان ديطاي وتشوفوها كما غادي تبغيوها. في الفيديو اللي قبل شفتوا جلابات كيفاش ومحطوطين وبيان ديطاي، دابا غادي تشوفوهم كيفاش كيجيو في اللبسه فريمون دي ستيل اللي هما غزالين بزاف. لا كولور اللي دخلنا، رشيمات جداد اللي جبنا لكم، يعني اشكال اللي هي مختلفه وصراحه كيبانوا رائعين رائعين في اللبسه. ما بانوش صراحه هكاك يعني غير في العلاقه ولا شي حاجه ما جاوش باينين، ولكن ملي تلبسوا ودار لهم الفولاغ وركوز كتعرفوا يعني كل حاجه خصها تكون بالقوام ديالها وتكون على حقها وطريقه. داكشي علاش دابا غادي نخليكم اجلبات وتشوفوهم ملبوسين. وحتى الناس اللي كيسولوني دائما شنو هما الالوان ديال لي فولاغ اللي ممكن اننا ندخلو بالنسبه للناس اللي كيديروا الدره، فجبت لكم افكار اللي هي بسيطه وممكن انكم تاخذوها، يعني اللوينات اللي ممكن انكم تدخلوها مع كل جلابه بحكم اننا دائما كندخلوا الالوان. انا صراحه كنحمق بزاف على الالوان وكيعجبني نبقى نخدم بهم، يعني سواء في العقيق او لا في الاثواب او لا، يعني راه الكارناج ديال لي كولور كما كنقول لكم دائما راه مهم. ما نطولش عليكم اكثر من هكا، غنخليكم تشوفوا الجلابات. Oh,
لنا نحميك.